قالوا عن الشعر أقوال وحكم، فقالوا إذا لم يجأ الشعر طبيعيا كما تنمو أوراق على الشجر فخير له ألا يأتي أبدا. وقالوا الشعر علم دقيق، شأنه شأن الهندسة تماما، الشعر هو سجل لأروع الدقائق وأسعدها في أسعد العقول وأروعها. الشعر بالفعل هو أحاسيس قوية نستجمع هذه الأحاسيس في وقت السكون. يا سلام على الإعداد والمرتب هالكلام، ترتيب جميل من معدتنا مروة، بارك الله فيك يا مروة. يبدو أن مروة قامت تدخل بالشعر شوي شوي وتحب الشعر وظهر تصير شاعرة ونستضيفها يوم من الأيام معنا. اليوم إن شاء الله راح نطلق مع ضيوفنا ومع هذه الأمسية الشعرية مثل ما وعدناكم المقدمة. يمكن كل مرات الحلقة من حلقات برنامج مسائي يكون معنا شاعر شاعرين نستضيفهم مع بعض. اليوم يعني إن شاء الله أمسية شعرية جميلة مع شعراء أكرمونا بقبولهم هذه الدعوة وحياهم الله، وإن شاء الله أمسية تستمتعون فيها. راح نسأل ما راح نخليهم، لكن بنفس الوقت أيضا راح نعطيهم فرصة في إلقاء قصائدهم وتستمتعون معاهم في هذه الأمسية. بداية نرحب بالشاعر عبد العزيز التنوان، مساك الله بخير عبد العزيز. الله يا أخي راشد، حياك الله، الله بركة الساعات. كيف حالك؟ الله يطول لي عمرك. طيب إن شاء الله بشرك. طيب مستعد حق الأسئلة ولا القصائد؟ أبد اللي تبي. حياك الله ومرحبا بك. وأيضا نرحب بالشاعر طلال بن خلدة، مساك الله بالخير يا طلال. مساك الله بالنور، يا هلا مرحبا فيك. يا مرحبا. من المملكة العربية السعودية، ضيف عزيز وغالي علينا. يا مرحبا، الله يرفع قدرك في عزك. حياك الله، كل الشكر على الدعوه الجميله اللي شفناك فيها. شلون شفت الاقامه بالكويت؟ يا ربي لك الحمد، اكيد ما اول مره تزورني. اتم الصوره. حياك الله، يا مرحبا فيك. وايضا نرحب بالشاعر عبد الله بن شهاب، مساك الله بالخير يا عبد الله. الله يمسيك بالرضا، يا مرحبا والله. كيف حالك؟ الله يسلمك. يقول لك بالشيلات ولا ما لك بالشيلات؟ والله لي بالشيلات. شوي. اي والله لي شوي بس ما جهز نفسك عاد. لا والله ما في صوت. حياك الله يا مرحبا فيك. وايضا ارحب بالشاعر فرحان الجبلي، مساك الله بالخير يا فرحان. يسعد مساك اخوي راشد، وبدايه انا ارحب باخوان الشعراء وتشرف اني اكون معاهم، وإن شاء الله نقدم ما ينال استحسانكم واستحسان مشاهدين قناة الرأي بصورة عامة وبرنامج مسائي بصورة خاصة. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، وسعيدين بلقانا معاكم وهذه الأمسية اللي راح تجمعنا معاكم على خير ومحبة. اليوم خلينا نطلق معاكم ونتعرف على كيف حال الأمسيات والأصبوحات الشعرية من وجهة نظرك. والله طبعا الأصبوحات أنا ماخذ عنها فكرة شوي، يعني ماخذ منها موقف ولا ماخذ عنها فكرة؟ يعني ماخذ موقف وفكرة، يعني إن وضح. يعني أغلبها ما تخدم الشاعر، ما الأصبوحات ما تخدم الشاعر. نعم. إلا إذا كانت يعني مثل جامعات ممكن يعني تخدم الشاعر، أما أصبوحات ممكنة ثانية غير الجامعة والمعاهد هذه ما يعني ما تضيف للشاعر. يعني بالمراكز تنمية المجتمع؟ لا لا، ما تضيف للشاعر. والأمسيات؟ أما الأمسيات لا والله، إذا كانت أمسية يعني إعلام وعلى مستوى الدولة بالعكس تضيف للشاعر. يستضيفونكم على مستوى الدولة؟ والله هي شوف أمسيات المعروفة هلا فبراير، حتى هلا فبراير الحين انقطعت. فأقصد أنه يستضيفونكم، أنا هدفي من هذا السؤال الشلالية اللي أقصده، ينادونكم يخلونكم تشتركوا في شباب ولا لازم لك خط معها؟ لا والله شوف فيه مجموعة بالعكس يعني يقدمون لنا دعوة ونروح بالعكس، أما فيه على قولتك شلالية لا والله هذول للحين ما شفنا وضعهم. عبد العزيز بنفس السؤال ونفس الموضوع، هل اليوم أنتم يعني قاعد تتم خدمتكم على المستوى المطلوب على مستوى الشعر اللي أنتم قاعد تقدمونه من ناحية الأمسيات والأصبوحات؟ يعني إذا تتفق مع فرحان وتختلف فيها. لا، الأمسيات والأصبوحات أخوي راشد خدمة الشاعر، خدمة الشاعر والشعر، فأي واحد حصل له مجال أن يشارك فيها هذا شيء طيب. والأمسيات يعني اليوم يعني هل محسوبة على أحد؟ أكيد ولا في محسوبيات على أمسيات، لكن ما يصح إلا الصح يعني. يعني العملة الطيبة يعني هي اللي تخدم البرنامج والمعدين على قولت. شايف إن في عملات طيبة عندنا هنا في الساحة الشعبية تم خدمتها في الأمسيات؟ أكيد في عملات، لكن مو كلها يعني عملات، في بعضها يعني. والله يتهمونكم بالغرور، إذا كان عملته صعبة الشاعر يكون الشاعر مغرور. لا لا، ويعني ولازم يعرف من الشعراء اللي موجودين معاه في الأمسية ويحضر أو ما يحضر أو ما يتواصلون معاه. هذا يتهمونكم إذا ما حضر الشاعر طلع يتهمهم يقول والله ما يستدعونا ولا نادون، هم الطرف الآخر يقول يا أخي مغرور هذا كما تصنع عليه قال ما بيشارك. هل صحيح هالكلام ولا هو مبرر مو في محله؟ والله فيه على حسب أخوي راشد، في ناس يعدونها على ما قلت غرور، وفي ناس يتشرفون بالدعوات اللي طيبة يعني تنظيمها طيب. أنت تشوف اليوم الساحة الشعبية خادمتك اليوم كعبد العزيز؟ فيها الإعلام موجود بالساحة الكويتية. يعني أنت راضي عن نفسك إعلاميا؟ تقريبا راضي الحمد لله. طلال
مساك الله بالخير مره ثانيه. حياك الله. شو تشوف الساحه الشعبيه؟ نتكلم عن الساحه الشعبيه السعوديه ولا الكويتيه؟ والله خليجيه. كل واحد. خلينا نتكلم عن الساحه الشعبيه السعوديه تحديدا. هل في خدمه للشاعر ولا الشعراء؟ هل الاصبوحات الشعريه الامسيات الشعريه تخدم الشاعر؟ لا والله ما تخدم الشاعر لا اصبوحه ولا امسيه. ولا امسيه معدومه. ما تخدم الشاعر ولا ما في؟ شوي معدومه كان، بس اذا فيه مهرجانات او وش المهرجانات تجي بس سنه او بس بالثلاث شهور او الاربع شهور الخمس شهور او اعياد او مناسبات. هذا عندكم هناك سعودي بس، ولازم معرفه محسوبيه بعد ولا؟ ولازم معرفه ومحسوبيه. شلون يبرز؟ شلون يبرز الشاعر عندكم؟ مغمور عندنا ما شاء الله، يمكن لان عددكم كبير. والله يمكن، بس مغمور عندنا الشاعر مدفون. اقوى ساحه شعبيه طلال؟ والله الساحه الكويتيه ولا السعوديه؟ لا الكويتيه طبعا. تشوف ان الساحه الكويتيه هي اقوى؟ طبعا اذكر ما واجهت، انا ما واجهت الا الساحه الكويتيه تبرز الشاعر وتطلع وتخدمه بشيء فوق التصور. كلام جميل يعني، يعني الحمد لله يعني احنا خليجيا يعني الحمد لله الكويت متقدمه يعني اعلاميا في دعم الشعر والشعراء في هذا الجانب. هو ما هو رياء ولا هو هذا الواقع اللي احنا نشوفه. فاذكر ما واجهت، انا ما واجهت الا السالفه هذه. جميل. الساحه السعوديه نوعا ما مدفون ولا تزال مدفون. عبد الله مساك الله خير مره ثانيه. الله يمسك بالخير. والله يا مرحبا. مثل ما طرحنا السؤال على الاخوان، هل اليوم الاصبوحات والامسيات تخدم الشاعر ام ما صارت نفس قبل؟ والله في اصبوحات يعني ما تدعم دعم اعلامي، ولكن يبقى دعمها معنوي يعني تكريم للشاعر انا ما اظن يعني. وفي بعض الاصبوحات لا والله لا تكرم الشاعر ولا الامسيات يعني. اليوم نفس الامسيات قبل يقولوا في امسيه شعريه حاضر فيها الشاعر فلان فلان، تلقى والله مالك ما حط رجل. والله اليوم لما نعلن عن امسيه، هل فعلا نفس ثقلها قبل ولا اختلف الوضع الحين؟ شنو المشكلة؟ اختلف الوضع بوجود برامج السوشيال ميديا. عندك انستغرام وعندك تويتر وسناب شات، يعني كل يوم تبي لك امسية تبي لك امسية كل يوم اذا تبي. وخدمت يعني برامج التواصل الاجتماعي خدمت الشعراء بشكل طيب. انت فتحت لي محور انا حاطه اخر شيء السوشيال ميديا من البداية، لكن راح ننطلق في هذا الملف ان شاء الله، لكن بعد ما نستمتع معاكم مع قصائدكم من اختياراتكم بالتأكيد. راح نتكلم كل واحد عاد وكيف يختار اللي هو يبيه والتوجه اللي يبيه، راح نتعرف كل واحد على توجههم. لكن الاخوان عندكم وين حابين نبتدي؟ مع اصغر سن ولا مع اكبر سن؟ مع الكبير. ولا مع المملكه نبتدي؟ مع اكبر سن. كلنا واحد لا المملكه ولا الكويت. بالتاكيد كلنا واحد، والله يجمعنا ولا يفرقنا ان شاء الله دوم. والله يعز الاسلام والمسلمين جميعا يا رب. لكن كونك ضيف على الكويت وعلى احبابنا وعلى اخواننا، فننطلق مع المملكه العربيه السعوديه. اخوي طلال تفضل. دام فضلك. يقول من باب صدمات الزمان الشيء، من باب صدمات الزمان الشيء، صرت اهدم اشياء كنت بانيها، والله لو تحكي دموع العين تبكي عيون اللي يحاكيها. ماتت سنين الظن والتخمين فيني، وانا اللي كنت محيها وضاع الامل مني، ولا اعرف وين سكتها مدري وين الاقيها. احساس يعظم من تراث الصين وأعظم من إحساسي تناسيها. هذا الزمان مجمع الجيلين في بيت ولا في مفاليها، وأنا من اللي يتبع الشاقين ورجلي تعثر في خطاويها. ليش نتكبر والمراجع طين وننسى العوايد مع مباديها؟ من جامل الكاذب ولا المخطين، والكلمة الحسنة نبديها صافحة العزة على كفين وترجع تصافحني وحييها. لو كانت ذنوبي يتحسب دين يصعب علي اني اوفيها، ولو البشر يدفع لها تأمين بأمن ايامي وسليها. الحب شجرة تمتلك عرقين دايم تمنى من يغذيها. يا صاحبي والصد بك روتين، ويامنا تظلم لياليها. كنت اتمنى بس سنة يومين الوصل بولها وتاليها، عشان اقول اني من الغالين وفرقاي ما كنك تدانيها. لكن تأكد لو تجيها الحين لحظة وصال منك ما بيها. اقنعني ان الكون له شمسين لاجل اقنع جروحي تداويها. حكايتي سطرتها بقوسين، دنيا غريبة من لنا فيها وسلامتك. صح لسانك. صح. وين بداوي جرحك؟ جرحك عمره الله يداوي. تبي شمسين؟ صح لسانك يا اخوي فرحان، بارك الله فيك. ننطلق الحين للجهة هذه، بنرجع للجهة هذه، بنبدل شوي.
طلال هني وفرحان. فرحان شنو تختار لنا فرحان؟ يقول الطيب بين الناس يا صاح مذكور، وصنايع المعروف لأهل اللبابة. الطيب يا راشد مع الناس مذكور، وصنايع المعروف لأهل اللبابة. رجل بطيبة من أول الوقت له دور في موقف بين الملا ينحكابه، ورجل بذله عايش دوم محشور على الفشيلة نوخت به أركابه، ورجل بعزمه ما يجي منه قصور ودايم يزيد فزعته والصلابه، ورجل إلى منه عطى ينهي الجور ويسد للي يشتكي من عذابه، والشاعر اللي بين الأجواد مشهور تبهر أبياته لو يطول غيابه، أبيات شعره كنها الدر مسطور ما يعتليها اقتباس وتشابه، وأنا حضرت ومن عقب غيبة شهور مع النشامة للوفاء والرحابة، شاعر ولي مبدأ وبعد طاغي حضور، وحضوري اللي أجيت كله مهابة، عزيز نفس وأكره الكذب والزور، وهرج المذلة ما أجل دق باب، أقدر أهل العز والجاه والشور، أهل المعرفة مقدرين الصحابة، ولا استمع له للرداء شلة حدور، أهل المذلة والخطايا خراب، حتى ولو القلب مبلي ومقهور، حتى ولو الحزن بوجهي طغابة، والحب كله ذاخرة طفلة الحور، اللي عليها الجرح يدمي بصواب، مخلوطة بالمسك هي نفحة عطور، وغمة بحلاها وهرجها والذرابة، تذكر مزايا الحب في لحظة غرور، ولا زيفت في عشقها بالكتابة، أحبها حب عفيف ومستور، وصونها بغيابها يا ذهاب. سلامتك. صح لسانك، صح لسانك، كنا فيك، كنا بالشباب الموجودين معانا. عبد الله يا هلا فيك، شنو تختار لنا عبد الله؟ والله يقول مر يوم وخايف يمر من بعده كثير، وانظر اغصان الوله واتجول حولها، كل مسراب الحمام استدارت استدير، كني الخطوات لا من نسيتها رجولها، وكل ما جيت أنطق الكلمة اللي من ضمير تسبق لساني دموع الحزن وتقولها، صاحبي دامك تعرف أني أبقى للأخير، لا تضيعني بعرض الدروب وطولها، تذكرك ويليت أقدر أذكرك مير، ما لقيت أكذب من قلوبنا إلا فعولها، مطول غيابك ولو أدري إن عمري قصير، شوف مسهل قولة ترجع ومصعب قولها، كلمة اشتقت انت مادت على قلب الكبير، لساني حبسها والعيون تقولها. صح 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 صح. عبد العزيز الثنوان شنو تختار لنا؟ اسم الله عدوك. في قصيدة تقول تعمدت الجفا والبعد ما قل الكثير الشوق، إذا تقدر على الفرقة أبي تقدر تنسيني، على كبر الخطأ ما قلت أبي منك عذر، وحقوق برضى من رضاك اللي على دربك يوديني، خذيت أيامي اللي من قبل معاشها مخلوق، تفرقني مع نفسي وحسك بيني وبيني، لو أني معقول الكلام اللي سكن في قلبي المغلوب، تبي تلقى الكلام اللي ما قلته كلها بعيني، ليت الصده الصده ولا أشتاق ثم توق، أقول إن جابك الطاري علي معادة يمديني، أنا من كثر ما فيني أحس إن داخلي مخنوق، أحس بأن العمر مرة هنا لا مت تحييني، بعد طول انتظاري ما بقى عندي شعور وذوق، كم مشي معك ضيعتها لي ضعت بيديني، ولا جرحي الباقي ولا حلمي المسروق، ليت اللي بقى أكثر من اللي راح بسنيني، عرفت أن العمر كله متاهات وعنا وفروق، ليت أني قبل لا أقول وينك قلت أنا ويني. صح لسانك، صح لسانك، صح. والله يبدو الشباب اليوم يخلونا غزل في غزل، ولكن راح نترك لهم أيضا حرية الاختيار ونسمع توجهاتهم في النهاية وتفاعلهم مع القضايا، أيضا القضايا العربية، القضايا المحلية، والشعر هو مرآة مجتمع. مستمرين مع شبابنا لكن بعد الفاصل. أخواني احنا نعلم تماما بأن الشاعر هو مرآة المجتمع، في النهاية يعبر عن المجتمع عن أفكاره ويتفاعل مع القضايا اللي حوله. اليوم فرحان وين توجهك أنت بالضبط؟ أي القضايا اللي تستفزك أو القضايا اللي تلفت انتباهك وتحاول أنك أنت تترجمها بقصائدك؟ والله شوف أنا كتبت عن جميع القضايا. نعم. كتبت قصائد عن الأحداث، قصائد غزلية، قصائد حتى على الأجهزة، حتى قصائد فكاهية، يعني جميع بحور الشعر الحمد لله والغضايا كتبت عنها. حلو أن الشاعر يكون متنوع، يعني ما يقيد نفسه في بالعكس في خط. لا بالعكس، يعني أنت تنوع يمكن تنقبل أكثر على خط واحد تبقى، بالعكس التنوع يفيد الشاعر.
وين شفت نفسك أكثر شيء؟ والله أنا أشوف نفسي بالغزل، لكن ما يمنع أني أكتب عن أشياء ثانية، عن الأحداث والأمور هذه. جميل، إذا تكتب تتفاعل مع هذه القضايا. عبد العزيز، يعني بالنسبة لك أي خط أي لون أنت تحب؟ والله بكل الألوان أخوي راشد، أشوف نفسي يعني غزل ولا مدح ولا موقف ولا أي موضوع، يعني أكتب فيه أي شيء يجي فيه مجال أكتب فيه. تكتب هذا المجال. عبد الله، والله نفس ما قال أخوي عزيز، متى ما سمحت الفرصة نقدم ما لدينا على مدين. أنت أكثر شيء تميل له بالنسبة لك؟ أنا أشوف نفسي يعني بين الغزل وبين الافتخار والمدح على مقيل، يعني بين القطبين هاي. في أحد تراجع معاه قصيدتك قبل لا تعلنها أو شيء؟ لا والله ما في أحد. ممكن أخذ رأي إيه، بس أراجع أحد لا، ما أذكر يعني. طلال، وين توجهك أكثر شيء؟ ميولك أكثر شيء الغزل. غزل غزل ما شاء الله، الشعراء كلهم قلبهم خضر. مو عنهم، يقولون ما لا يفعلون ولا شيء، وأعذب الشعر أكذبه. ولكن أنا لو بقصد مثلا عن أحداث أو ما عندي أحد يسمع، خلي نفسي يسمع مثلا مثل اللي يقول نقعها وشرب معي. صحيح والله هذا الواقع يعني. لكن ما ترى أن في قصائد فعلا وصلت حق الناس، وفي قصائد تم غنائها وطنية، قصائد لشحذ الهمم، قصائد لدعوة للوحدة الوطنية، قصائد دينية انتشرت بين الناس وغنوها الفنانين ومطربين، فموجود القصائد. القصائد الجميلة شيلات بالضبط، إذا في قصيدة تفرض نفسها في النهاية. ليش أنت كيف قيمت هذا الأمر بأن والله القصيدة الغير غزلية ما تجد الانتشار المطلوب؟ ما أقول بس المكان اللي أنا، المجتمع اللي أنا عايش فيه يعني ما في انتشار أشياء هذا غزل ولا، فأكون يعني بيني وبين نفسي إيش عندي؟ والله المجتمع اللي أنت عايش فيه كله قلطات. لا إيه قلطات. وراحوا بعد. صح، وانتهى، كانت فترة وانتهت. فأنا إيش عندي ألزم نفسي بشيء ما حد يسمع له؟ يعني أنت تبي الانتشار ولا تبي تكتب لكل الألوان؟ لا أبي أكتب لنفسي، أنا هناك أكتب لنفسي بس. شلون تكتب لنفسك؟ ما حد يسمع. هناك ما في أحد يسمع. يسمعون بس ما في احد الا تكون مشهور او يا مشهور ولا مدفون مره واحده، ما في توسط او ما في. اذا اعلاميا يعني غير مخدوم بالساحه الاعلاميه. لا لا غير مخدوم. ولذلك انت تميل للغزل ليش؟ خلني بيني وبين مسموع نفسي. الغزل ولا عندكم هناك مسموع اكثر؟ اي مسموع جدا، خلني بيني وبين نفسي احسن. الغزل بينك وبين نفسك ولا انت فيه في قصائد الحين انتشرت غير الغزل يعني؟ نعم. عن الطيب والامور هذه بدات تاخذ وضعها اكثر من الغزل انا اشوف. وهل اليوم مطلوب من الشاعر ان اذا لقى شخص طيب مطلوب منه انه يمدحه كونك انت شاعر؟ لا مطلوب لا عليك يعني امدح، انا ما امدح الا اللي يستحق يعني امدحه بالعكس، لكن في قصائد غير الغزل انتشرت الحين. ما انت اللي تشوفه اليوم يستحق المدح، قد راشد يرى انه ما يستحق المدح على حسب موقفه وياه. صح صح ممكن. فانا راح ارجع على موضوع ان متهمين بعض الشعراء في عمليه قبض المبالغ في عمليه مدح الاشخاص، ونشوف تعليقكم على هذا الموضوع. لكن بما ان هني ميوله غزليه والغزل فشوقنا حق الغزل اكثر، ونبي نسمع معاك على الغزل يا طلال، شنو تختار؟ يا قلبي إذا ما للعتب في ضميرك شان، مشاريها الأحباب أطلبك لا تسكرها، غفا جفن حاسيسي على طاولة الأحزان، والأحلام ضاعت في دروبي ودورها حبيبي، وقفت بغيبتك وقفة الفرحان، وأنا بداخلي كعبة حزن، ضج منبرها حكى وجهي لوجهك، حكاية بدون لسان تفاسيرها دمعة حزن لا تفسرها، أخصمتي من لساني أبطلق الكتمال، لأن داخلي أشياء ما أقدر أعبرها، تحير الدموع بعيني وترجع وتنهان أموت، ولا تنزل دمعتي من محاجرها، من غيابك المبطي إلى شوفك، وللآن أراجع رسائلنا القديمة وكررها، توسلت للنسيان يلهمني النسيان، وتلبسني الذكرى وطيفك يعطرها، تعاتبني نجوم الأماني على الخذلان، ولا أقدر أحققها ولا أقدر أحررها، بعد طيبة الخاطر وصدك بلا حسبان، مواعيدنا اللي ننتظرها تذكرها. ستوعد فيها. عبدالله شنو هتتار نبدأ؟ والله يقول يسيد الضمى والصمت خلى الدقيقة يوم، وأنا داخلي مزعج لكن خارجي هادي، على صدري طيور الكلام الجريح تحوم، مع عقل لسان بكلمة مسامح
وعادي غفى الخاطر الساج وصح الخاطر المهموم ودروب الضياع الباقي سنيني تنادي تزيد الجروح وتحترق شرهة المظلوم أحس بنهاياتي وأنا توني بادي حسبت إنه فوادي عنا الاشتياق يشوم لكني فادي ضعت وفادي فوادي تعنى لي الحرمان من ديرة المكسوم وصرت أتحذر بعد ما كنت متمادي تعاتب جفاف أيام عمري فياض اللوم غرق جفني الذابل ونبت لي إسهادي مخليني المكسوم من سطوته مكسوم قسم من الأيام قسم حاول إعادي تعب تختلي لجلي هدى راسي المزحوم تجولت ما بين المنافي وأنا غادي من الصبر لبست الشعور الكثيف هدوم وتحديت الأحزان وتبسمت للكادي حبيبة قصيدي لو في بحر الفراق أعوم مسافة غرامك من مماتي الميلادي اللي يا مرة الذكرى عيوني تضيع نجوم اللي أجيت بنزعها يجرحني اضمادي أشوف الوصال بنظرتك طارقه مهزوم وأشوف الوصال بنظرتي ثالث أعيادي يا كم جيت وحات اللقاء جية المحروم قدم وجهي اللهفة ومن خلفي أعنادي عيونك لناظرها المعاتب يعجز يقوم وأنا ما أقدر أوقف قدمها موقف أحيادي بوجهك وطن آمن ممره ضباب هموم تغنى بين وروده انشودت الشادي سام تسرق البسمة من الواقع المشؤوم يجاوبني السور وما جاوبتي منادي دور الزمن بس الغلا مثل ما هو دوم اللي أقفة تركابي يبي يصعب إيجادي بعد كل ما صار وبعد رجعتي مصدوم أظن المحبة بتورث الأولاد سلامتك صح صحيح الناس هذه موجودة ولا بالخيال سؤال الناس هذه تصور موجودين ولا الخيال هذا كله بالخيال والله أعذب الشعر أكذب هذا الجواب الوحيد طيب والله أنا أحس أن هذا عذر قاعد شماعة على القول عليه عزيز شو مجهز لنا عبد العزيز في قصيدة يقول يا نفس كم من عزتك ضاعت أحلام ضاع الكثير وما بقى بالعمر شيء يا كثر ما مرتني أعوام وأعوام أشياء كثيرة منها تحت رجلي لو دام بعض الشيء فترات ما دام حتى لو أني يملكه داخل يدي لو كانت الأيام تشبه للأيام كان بحاجة تمنيتها لي الوقت كم مرة يعيشني أوهامي كم يموتني وأنا عايشة وحي القلب لو يملى بحاسيس والهام ما هو بسامعني وهو ساكن في معاد يبقى شيء يفكر القدام هذه حياتي باقية مثل ما هي أكيد هالدنيا توافيق وإقسام لو ما عطت حقي ولو منها شوي لو فوق ما بي حطت أكوام وأكوام بثمن أشياء كانت أول ولا شيء ولا عاد يبقى شيء يفكر القدام هذه حياتي باقي مثل ما هي يا سلام أقل تلمل يعني ما في طموح ما في أمل خلاص ها طموح موجود إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله فرحان ذكرت قبل شوي الكوميديا شوقتني الصراحة أنا الآن ما نطلب من ضيوفنا إحنا لكن القرار لك في النهاية هو القرار لك في اختيارك لكن الكوميديا يعني بس قبل لا تنطلق قصيدتك أبي أفهمها يعني كيف كوميديا يعني في قصائد مضحكة نعم في شعراء بعض الأمسيات أنا حضرتها يستخدمون القصائد المضحكة هذه عشان جذب الجمهور هذه بعضهم ينجح فيها أنا شيء بشيء يذكر يعني المنشد اللي تعرفونه المساء الخير عبد الله الصبري وأعتقد أن الشاعر مساعد سوارج يمكن للمتينة والقصيرة وكذا هذا فنقدر نوظفها من الكوميديا تعتبر يعني فيها فكاهة لها جمهورها يعني والجمهور يبي كذي يطلب الأمور جمهور يبي فأنت يعني مشبع من هذه جو ثاني لها جو ثاني جميل شنو تختار لنا فرحان الجبلي؟ والله يقول صبرك على اللي يجرحك لك إهانة وتقديرك لأهل الرداء ما هو بطيب وعيبك على رجال الفخر والمكانة عز الله إنه عيب وأكبر من العيب ولادني مهما يطول زمانه يبي يجيها الموت من عالم الغيب والعز لأهل المعرفة والفطانة اللي يعزون الخوي ولا صاحب يا حظ رجل ما مشى بالخيانة عزيز نفس وحافظ للمواجيب ويا حظ من جنب عن أهل اللعانة وحفظ حياته عن الخطأ والتخاريب ويا حظ من يحفظ لسانه إحصانه من قول ذل وغل وهرج العذاريب ويا صاحبي يلي بهرجك تكان وش فيك تجرح للضلوع المحادي غاليك مبلي وحافظ للأمانة وحافظ لك عهود الهوى بالمكاتب سلام صح لسان صح لسان يا أخوي شوقنا ويسكر القصيدة يكفل الله وزر أنت المفروض قصيدتين ورا بعض الجماعة يعني ما شاء الله مطورات شوي يبي لها وقت مستمرين مع هذه الأمسية الجميلة تجمعنا مع هذا الشعراء المتميزين الأمانة ولكن بعد الفاصل
دائما الامسيات متعودين فيها ان احنا نسمع الشعراء اكثر من اللي يكون عريف الحفل موجود او عريف الحفل صح اللف وايضا المذيع اليوم. انا فرصه صراحه نسمع معاكم شعر نستمتع وياهم، لكن الاسئله لابد منها حتى نتعرف على افكارهم وارائهم وتوجهاتهم. اليوم كثير من الشعراء متهمين ان يتحدث بفلان او يكتب هذه القصيده مقابل مادي، او الشاعر باع قصيدته لفلان، هذا ترى قصيده فلان. هذا ما زال موجود هذا الامر؟ طيب نتكلم في هذا الموضوع، هل موجود هذا الامر وانت معاه او ضده؟ بكثره هذا الشيء، واكيد 100% اني ضده، لان المدح من لا يستحق المدح ولكن مقابل مادي تروح تقصد في شخص عشان تاخذ فلوس. البيع والشراء بالقصيدي نوعا ما اكثر شيء 90% بالمدح، والمدح مثل الذمه، ذمتك هذه اذا انت مدحت انسان اعطيته فوق حقه او قللت من حقه او اعطيت حقه. هل ممكن انت تستقل قصائدك للماده او توظف قصائدك للماده شاعريتك للماده؟ اكيد اي شاعر يقدر، بس على حسب. انت سالك انت طلال؟ لا مرفوض عندك عبد الله من الاخر. والله شوف انا اقول انه يعني المدح ما لا يستحق هذا شيء ما يصير، لكن اذا بيستحق وعلى ما قيل عطاه ماده ولا ماده انا اعتبره تكريم المشاعر او اللي قال له، ما هو يعني باع مشاعره ولا. اما اذا باع قصيده هذا يعني ترجع للشعر. هل ممكن يوم من الايام تبيع قصيده؟ لا مستحيل. تقبل من شخص تمدحه ماده يعطيك، تقبل هالامر وتشوف انه حق مشروع للشاعر؟ اذا كانت النيه اني انا امدحه عشان اخذ فلوس لا ترفض. اما اذا انا على نيتي يعني مدحت الرجال لفعل هذا الرجل وكرمني على قصيده هذه ممكن اني اخذه كتكريم لقصيده. عبد العزيز نفس الموضوع؟ نفس الكلام، المدح بمن لا يستحق لا يستحق. وبيع القصائد والشعراء اللي بعضهم موجوده هذه يسيء للشعر ولا شيء طبيعي؟ يسيء الشعر اكيد، لان القصيده انت الشاعر اللي كاتبها وتعب عليها يعني وشاقي فيها. خلي العالم تسترزق يا اخي. تعطيها لانسان ثاني مو شاعر. فرحان الظاهر كذا قصيده بايعها. والله يمكن والله. برر ساعتك الحين كيفك؟ برر ساعتك انت يا مع يا ضد. شو تقول؟ عندي الحين. لا شوف والله شوف هذا ترى قصائد المدح من زمان موجوده يعني. نعم موجود. وبيع القصيده بعد موجود من زمان وموجود الحين. بس مثل ما قالوا الاخوان يعني انا امدح اللي يستحق. وفي ناس يمدح اي شخص يعني. هذا يسيء للشعر والشعراء ولا ما يسيء؟ ما له علاقه. يسيء للشعر، يسيء للشعر. والمسابقات الشعريه تضيف للشاعر؟ المسابقات الشعريه اغلبها يعني تعتمد على الواسطات والمعارف. المسابقات اللي نشوفها البرامج التلفزيونيه المسابقات الشعريه مليون تصويت ودنيا واسطات؟ اي واسطات مليون بالمية بعد. مليون بالمية واسطه؟ اي مليون بالمية. اذا ما عندك شخصيه معينه توصلك صدقني اغلب في شعراء انظلموا اصلا بالمسابقات الشعريه. وكانك تقول اغلب اللي فازوا بالمسابقات الشعريه فازوا واسطه. في بعضهم يعني عن طريق شو اسمه واسطات نجحوا وفازوا بالمسابقات وخذوا بيارق. خذوا بيارق واسطه؟ اي وفي شعراء يستحقون البيارق وطلعوا من الادوار الاولى. يعني مو الموضوع انه معتمد على التصويت؟ لا لا التصويت هذا شيء ثاني، موضوع تجاري والله يرزق العالم. انت شاركت يعني ما توفقت؟ لا لا ما شاركت انا، بس كثير لو حصل لك تشارك؟ لا 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 ما شارك انا، اي مسابقه شعريه تعتمد على التصويت ما شارك. ما تشارك. رايكم في انه في فعلا الناس اللي نجحت واصلات؟ رايك عبد العزيز؟ والله مسابقات في شعراء طلعوا على مسابقات من قبل والله ما شفناهم. ما شفناهم. فيعتمد على التوفيق على الله، لكن لا نمكن في واسطات. موجوده الواسطات. موجود. لكن اول شيء واخر شيء التوفيق عند الله ترى. يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي النهايه هي ارائكم وجهه نظركم نحترمها بالتاكيد. وانا ما ودي تنتهي هذه الحلقه من غير ما اسمع اغلب قصائدك. شوف الحين اوعدك ما في اي سؤال، كلها قصائد في قصائد. ففرحان شنو حاب تختار لنا قصائدك؟ ابشر والله احنا بنختم بغزل على قولتهم، يقول تدري اللي قبلتي مناتي لي بخير، يزيد ودي لك يزيد احترامك، وتزين الارض بطلتك والتباشير، تبدا بوجهك تعتلي في مقامك، في كل ادب في كل ادب. تدري اللي قبلتي مناتي لي بخير، يزيد ودي لك يزيد احترامك، وتزين الارض بطلتك والتباشير، تبدا بوجهك تعتلي في مقامك، في كل ادب والشوق وفي كل ولا غير، وفي كل اصاله والنقاب باحتشامك، وفي كل حلا والعطف ورقه وتعبير، وفي كل حياه والطيب بروعه هيامك، مهره اصيله بطلتك دون تغيير، ودايم شموخ بلفتتك واهتمامك، ابيات شعري تفتخر بك بتفسير، صارت قوافي الشعر تعشق غرامك،
انت اميره بحق كل الغنادير الاوله دايم من اول فطامك عرفتك وزان الوفا زاد تطوير ودنياي صارت زاهيه من تمامك من اول سنه شفتك تحطمت واسير اصبحت ناظر لك وناظر لثامك اشتاق مدري ليه من بعدها غير عليك من اقرب قريب وعمامك وغار من ظلك قسم ودي اطير كل فرح يوم يجيني سلامك سميتك انت المذهله وبعدها حيل في رقتك في نبرتك في ملامك واخشى عليك من الحسد والتدابير وخاف من ناس انتمنى احطامك واقول يفداها الاهل والمشاهير واللي بجنبك جالسات وامامك يا طاهره ما هزني اي تصوير ولا غرني بالوقت الا كلامك مدينتي دونك هلاكن وتعزير ظلام يغشاها بغيبه حمامك وتاكد اي هذه ظروف ومقادير من بيننا حاله ولا ادري علامك وسموحه منك كان بالحر تقصير والمعذره يا المبهره من سهامك سلامتك يا سلام يا سلام احسنت احسنت صح لسانك صح لسانك يعني كلمات جميله يعني ولا وفيها استئذان وفيها ثور جميله يعني شيخ بارك الله فيكم طلال شنو تختار لنا طلال من القصيده؟ اي ولا تراودني الذكرى وانا حالتي تنهار وعيش العمر متاقلمه داخل وهام وقفت بصدر بيت الاماني وانا محتار ولا املك سوى دفتر تحاربه اقلامي همومي تغنابي وتعزف بيا الاوتار ولحن الفرح ما تتقن السيره انغامي الاحزان تكثر بي مثل كثره الشعار على هبه الايفون في جيل النامي حبيبي رحلت وخافقي مع دروبك سار وخليتني مكسور مع جملة آلامي غفيت بصدى صوتك ولا أعرف وش اللي صار وعلى فجوة الفرقة تصحيني أحلامي وسوم الغياب بمحجري تلفت الأنظار وجدي على اللي راح من ماضي أعوامي تداهمني طيوفك وتبعدني عن الدار وحسني بوسط الفضاء فاقد أنسامي تناسيت معك العمر والنز من دوار وبن الحبايب تصبح بيوم أخصامي أنا كنت حسب اللي عزوم من كثار أكبار لين الأمل وقع على الحكم بعداني من شحوح غيمك ماتت من الظما الأشجار وجرح الضمير تغزبه ماس من حامي عظيم الشعور أصبح بعد غيبتك تذكار توسط به صورا تعد آخر أيامي أظن أنك بترجع ولاقيك بالإصرار تمادى بصدك بعد ما كنت قدامي إذا شفت هجرك طال في سكة المشوار أبنام وأقول الأمانينا نامي طيوفك مع صبري ترى اثنينهم كفار إذا كان وصلك شرك فأنا على الإسلام سلام صح 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 عبد الله يقول يثور البوح بالصدر ويهد من السكوت جبال تسولفها حاسيس مغبون يضمد اعتابه يدور غيمة أحلام السنين ويحتري همال وتنادي له نجوم الكون وينادي على أحبابه صحى صوت الحنين اللي صداه يشابه الزلزال بعث لي كل خوف لا تبسم بانت أنيابه تزف العتمة غيوم الطواري ويتعكر بال زماني واجد أغرابه ليامن حوى مغرابه سيوف ظروفنا تقطع رجاي وتقتل الآمال مثل ما تقتل أحلام الطفل لا ضاعت العابه تضيعني مثل ما يضيع لا حل الظلام إضلال وأنا ما بين كتمان الجريح وثورة عصابه تعثر خطوتي لا مر ليل الذكريات وطال وحاول أضحك بوجه الأمل ونبت أعشابه أنا اللي لا خسر حاجة عزاه بقول أنا رجال جروحي لا حكت تكسر غموض الليل والغابة جلست ووقف الحرمان ودروب الغرام أطوال واحات أمنياتي بعدها ترجف ومرتابه تكاثر حولي طيوف الحبيب بزحمة الأزوال وتذوب الابتسامة والتفاؤل يعقل ركابه حبيب العمر مليت اتصبر نجل حلمه وصار رفوف الذاكره مليانه بوجهك وبطيابه تجي دارك حمام شايلات جبال بالمرسال مهز احساسك اصوات الحمامه ولما تسرابه تقيد نبض قلبي في ملامح وجهك القتال وانا لليوم هذا ما اعرف ويني
من أسبابه يزيد الشوق وعتابي صحاري والحروف أدغالي يموت الضيم لا من قام لي رمشك ومحرابه بصوتك لا حكيت يضيع كوكب ويتغير حاله ترقص الأرض ويدين الظلام تشقق ثيابه تعودني أحاسيسك على التيه وعلى الترحال وأنا ما غير ردد يجعل ما صابني صابه إذا صار المساوم بالمحبة كل شيء يقال نقول أشياء لجل نجرح وهي بصد كذاب. صح لسانكم وهنيئا لكم بهذه الملكة اللي الله سبحانه وتعالى حباكم فيها بجميل الشعر وجميل الشعراء اللي وظفه في الجانب الإيجابي بالتأكيد وهناك من يوظفه بالجانب السلبي نسأل الله له الهداية لنفسه إن شاء الله ولا يضر أحد الضرر أحد خصوصا الكلام يجرح أكثر من السكين وأكثر من أي شيء ثاني لذلك جرح الكلام أقوى من أي شيء آخر فبارك الله فيكم وإن شاء الله تكونون يعني معول البناء لا معول الهدم في هذا في هذا في هذا الجانب هذا الشيء. عبد العزيز اترك الاختيار الاخير لحضرتك في قصيده. يقول اضحك يا حزني لو تغير وقتك وفل الحجاج خلى القلوب الحاسده تكشف خفايا سدها لا تهمك الدنيا ولا تطلب من الناس انفراج مدام عندي لك سيوف الا الظروف تحدها تنكسر حتى لو انه كان جدرانك زجاج عيش الحياه ولا تحسب كم قست بك يدها عاداتها تاخذ ولا تعطي ولا فيه انحراج ان كنت من قوه لازم الباس توطى خدها مدرستك ايامها وشلون معنى الاحتياج الرميه اللي جتك منه صدها ثم ردها اكيد ما هي مصدر الراحه وزرع الابتهاج نصدق بها لو ما عرفنا ضحكها من جدها وبالسموحه كان ما حصلت لجروحك علاج انا جروحك والله اني ما قدرت اعدها. صح لسانك صح لسانك وللحين وياه انت ولا خليته؟ لا موجود ان شاء الله. بارك الله فيكم ويعطيكم العافيه وسعد جدا باللقاء معاكم شكرا لكم لقبولكم هذه الدعوه واتمنى لكم التوفيق للامانه في حياتكم العمليه والشعريه كذلك من كلمه بالختام فرحان. والله انا اشكرك اخوي راشد واشكر الطاقم كله واسمحوا لنا من القصور. العفو ما جاء منكم صوفي عبد العزيز. شكرا لك يا راشد والمعدين كلهم بيض الله وجيكم. اهلا وسهلا فيك عبد الله. شكرا لك ونشكر قناه الراي وعسانا قدمنا ما يتم الله. جميلين دائما. الله يحفظك. الشكر لك ولقناه الراي والطاقم واخواني الشعار وابرك الساعات واسعدها. حياكم الله اهلا مرحبا فيكم وشكرا لكم مره اخرى الشاعر طلال بن خلده شكرا جزيلا لك والشاعر عبد الله بن شهاب شكرا جزيلا لك وايضا شكرا موصول للشاعر عبد العزيز الانوان شكرا جزيلا وشكرا للشاعر فرحان الجبلي مشكورين ما قصرت وبارك الله فيكم كل الشكر لضيوفنا الكرام شعرائنا نتمنى لهم التوفيق للامانه وهذه الساحه مفتوحه للجميع حياكم الله في اي وقت بالتاكيد وان شاء الله استمتعتوا معنا مع هذه الامسيه ودائما ختامها مسك مع ضيوفنا وشكرا لضيوفنا اللي سبقوا في الفقره السابقه نتمنى انكم استمتعتوا معنا تصبحون على امن وامان الصحه بالابدان كنت معاكم راشد حسن الى اللقاء.